أمتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الرسول النبي العربي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما لغة القرآن؟ ماذا قال الله في كتابه؟ سمعت مذكرين الآية اللي قرأناها في مطلع يوسف؟ طقطت معكم بالصلاة أنه لازم الإنسان يكون متدبر الآيات، والإمام قدر المستطاع يحرص، خاصة إذا كان الإمام عنده درس، أن يربط الآيات بالدروس. فالمرة الماضية تكلمنا أو قرأنا الآيات التي ذكر الله جل جلاله فيها أن القرآن نزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة بدأنا بمطلع سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لما أبدأ بهذه المقدمة دائما؟ حتى نستحضر النية ومقصد هذا المجلس والدراسة. يا إخواني، قلتها وأعيدها وأكررها، لن تستطيع أن تفهم حقيقة معاني القرآن ولا معاني سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إلا إذا أتقنت اللغة العربية. والأمر إذا علم مقصوده هان عليك. متى يهون علي الأمر؟ إذا علمت أنا لما أجلس هنا، أجابني وقاعد ساعة هلأ أفاعل ومفعول ومفعول به ومعرب ومبني وفتحة وكسرة وضم، ليش؟ قال أنا أريد أن أفهم القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ليش؟ لعلكم تعقلون. كأن الله تعالى يقول الذي لا يتقن اللغة العربية لا يعقل القرآن، لا يفهم القرآن. والعقال بالمعنى اللغوي الرباط، عقلت الدابة يعني ربطتها حتى ما تشرد، ولعلكم تعقلون حتى ما يشرد عقلك في المعاني والضيع فبتعقلها باللغة العربية. فاستحضر هذا المعنى وأعيد ما ذكرته في المرة السابقة. الذي لا يراجع في البيت هذه المادة بالذات، غيرها ممكن، هذه المادة بالذات إذا ما راجعت في البيت، ما قرأت في البيت، ما حضرت في البيت، ما قرأت الدرس اللي بدنا نعطيه لو مش فهمانه بس يمر عليك، ما تدرست هذه المادة مع أحد، غالبا حيسألوك بتقول لهم بصراحة مريت على دورة نحو بس ما فهمت. على مين الحق؟ عليك. أنا إن شاء الله أضمن لك إذا جلست كما أخبرتك وراجعت وقرأت وحضرت وحللت التمارين الموجودة في الكتاب وتدرست المادة مع غيرك وسألت بدون خجل وبدون كبر، لأنه الإنسان أمتى ما بيسأل؟ واحد من اثنين، يا أما متكبر بدي يقول ولو صار عمري 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 سنة ومش عارف، فالكبر بيمنعه فما بيتعلم، أو الخجل. فاسأل. فإذا كل هذه الأمور قمت بها المفروض أنك تفهم. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. يلا جاهزين لنسأل بعض الأسئلة على السريع؟ شو تكلمنا الأسبوع الماضي برفع اليد؟ شو تكلمنا يا نجيب؟ بسم الله. مقاصد هذه المادة شو كمان؟ نعم، تكلمنا عن أنواع الكلمة، قلنا أن أنواع الكلمة ثلاثة، شو هن يا أحمد؟ لا قبل تقسيم الفعل الماضي، قبل اسم وفعل وحرف. شو معنى الاسم يا أخونا فياض؟ شو يعني اسم؟ أحسنت، ما دل على معنى بذاته والزمن ليس جزءا منه. أنت عم تحفظ عبارة الكتاب وهذا أحسن، لأنه ممكن أنت تجاوب بالفهم بس هول العلماء اللي مفرغين وقتهم وسنين مدرسين الكتاب بيختصروا لك العبارة باختصار، فاللي بيحفظ عبارة الكتاب أضبط. هذا الاسم، تمام؟ مثل شو الاسم يا محمد؟ مثل محمد، السلام عليك يا محمد.
وما معنى الفعل الحاج مذكر؟ ما كانش موجود. نبيل اللي ما كان موجود المرة الماضية وحب يتابع معنا الدورة، الحلقة الأولى موجودة على القناة، القناة عندنا على اليوتيوب، فممكن يرجعها. هو ما دل على معنى مستقل بالفهم ومرتبط بالزمن، تمام؟ طيب ما هو الحرف؟ بذاته لا يدل على معنى، لابد أن يكون مرتبط بغيره حتى يكتمل المعنى. وتكلمنا عن كمان شو أنواع الحروف أو أعدادها، وبدأنا بالكلام عن أنواع الفعل. بسم الله، الفعل في شغلتين، معنى وفي زمن. الزمن المعنى واحد، الزمن ثلاث أقسام. أنا وعم بكتب ما حدا يكتب، بس خلص بعطيكم وقت للكتابة وضروري تكون مركز معي. إما أن يكون الفعل قبل الكلام فأقول كتبت، كتبت، خلصت كتابي وبرمت لعنكم وحكيت شو عملت، فالفعل يكون قبل النطق. وإما أن يكون الفعل عند النطق فأقول الآن أكتب فأنطق وأفعل، وإما أن يكون الفعل بعد النطق أكتب، تمام؟ فهذا التقسيم سموه العلماء بالتسميات المعروفة عندنا جميعا، وهي الماضي والمضارع والأمر. يعني اليوم بدنا نميز، هذا أول قسم من درس اليوم، ماشي؟ بس حط أمامك فعل بدك تعرف هو ماضي ولا مضارع ولا أمر. مش دايما بتقدر تستحضر المعنى، غالب الناس بيقرأ بقول هذا شيء ماضي ولا هلأ صار ولا بده يصير. ما بدنا نبني على هذه المعاني، بدنا نبني على قواعد. ما هي القواعد التي تميز الفعل الماضي عن الفعل المضارع عن الفعل الأمر؟ خلينا نضرب مثال دائما بفعل كتبة، هو اللي حنمشي فيه اليوم بالدرس واللي حيتغير معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، في علامتين ذكرناهم المرة الماضية لدخول لصحة اعتبار هذا الفعل أنه فعل ماضي. العلامة الأولى دخول تاء التأنيث عليه، هذا أول علامة. هلأ نضرب عليها مثال. والعلامة الثانية دخول تاء الفاعل المتحركة. نشوف المثال، منجيب الفعل، إذا جبنا كتبة ودخلنا له تاء التأنيث، تاء التأنيث عم يتكلم عن مؤنث، فبدنا نقول عن المرأة أنه كتبت، شو منقول؟ كتبت، دخل عليها كتبت. وقفوا عند شوي هون، خلينا نجيب فعل مضارع ونجرب هذا الشرط. شو المضارع من كتبه؟ يكتب، تمام؟ دخل لي تاء التأنيث على يكتبه. لا، تاء التأنيث بتكون دائما بالأخير، بعد أنا بالمضارع، أنت قلت المضارع يكتب، دخل لي عليها تاء التأنيث، يكتبت ما بتدخل. ها كتبت، قلني هون ماضي، بس قلت لك مضارع، يكتب أو تكتب، دخل لي تاء التأنيث، تاء التأنيث بتكون دائما بالأخير، بتقول تكتبت ما في خلاص. فإذا الفعل المضارع لا يدخل عليه تاء التأنيث، انتقل معنى الأمر، اكتب دخل لي عليه تاء التأنيث. ها تزبط؟ ما بتزبط تاء التأنيث، لا تدخل. فإذا دخول تاء التأنيث ينفرد بالفعل الماضي، تمام. نرجع للفعل الأول، كتب، دخل لي عليه تاء الفاعل المتحركة.
اللي هو أنا يعني كتبت. دائما احفظوه قاعدة، دائما باللغة العربية يا عمر دائما بدك تفرق بين أصل الكلمة وبين الداخل عليها. هذه التاء اسمها ضمير، حرف ضمير لقدام، بس تكتر الكلمات وتكبر الكلمات وتكتر الضمائر وبدك تعرب هذا الهاجس الكبير اللي خايفانين منه. هلا حنشوف مع الوقت انه طلع ولا شيء، حيصير عندكم شرب مي باذن الله عز وجل، مش هيك؟ ان شاء الله. اول اصل باصول الاعراب انك تقسم الكلمه، شو ما كانت كبيره ما بتطلع على اخر حرف واخر حركه بالحرف، يمكن اخر حرف ما يكون من اصل الكلمه، بتشوف شو اصل الكلمه وبتقسم الكلمه الى اقسام، هيك بتعرف تعربها وبتعرف تفصلها. كتب تو هون كتبت. طيب دخل لي تاء الفاعل على فعل المضارع يكتب، دخل لي تاء الفاعل عليها يكتبت، يكتبت ما بتزبط. فاذا تاء التانيث الساكنه ما بتدخل وتاء المضارع ما بتدخل. طيب دخل لي هي على فعل الامر اكتب، اكتبت ما بتزبط. فاذا تاء التأنيث وتاء الفاعل المتحركة لا تدخل إلا على الفعل الماضي. فإذا أردت أن تميز فعلا ماضيا عن غيره فأدخل عليه تاء التأنيث أو تاء الفاعل. هاي أول قاعدة فيما يتعلق بالماضي. يلا لننتقل للمضارع. نريد أن نحول هذا الفعل، تبين معنى هذا الفعل، دخلنا عليه تاء التأنيث وتاء الفاعل، تبين معنى أنه ماضي، بدنا نحوله لمضارع. شو هي العلامات اللي منعرف فيها أنه هذا الفعل فعل مضارع؟ كمان علامتين. العلامة الأولى والعلامة الثانية، ركزوا معي وسهلين وبسيطين جدا بس بدو شوية تركيز. العلامة الأولى صحة دخول أحد حروف كلمة آنيت، أو حتلاقوها ببعض الكتب نأيت، يعني الألف والنون والياء والتاء. يلا جرب معي. الألف أكتب، نون نكتب، الياء يكتب، تاء. تمام؟ ف حروف أنيت إذا دخلت على الفعل تحوله للمضارع. وهلأ حيمر معنا الأمثلة حنشوفها حتى ما كتر كتير كتابي وروح الوقت. طيب ما هي العلامة الثانية اللي بتبين لك أنه 100% هذا الفعل مضارع؟ قبل ما أقول لك شو العلامة الثانية، ليه بدي أقول لك العلامة الثانية؟ سؤال لكم، هل ممكن أن تدخل حروف كلمة أنيت على الفعل الماضي؟ ها؟ تدخل الآن. أنا سؤال إلك، ممكن تجيب لي فعل ماضي دخلت عليه إحدى حروف أنيته؟ لا، غير أصل الكلمة. نعم، مثل كتبت أنية. طيب سؤال، سؤال لكم عشان ما نطول بالوقت. تيقنت ماضي ولا مضارع؟ ها؟ ماضي. طب دخل علي تيقنت، تيقنت مش الآن، يعني تيقنت على الفعل وجيت خبرك أنا تيقنت. طيب دخلت التاء. يقين أصل الكلمة، يعني التاء داخل عليها. طيب كيف دخلت التاء؟ وقلنا نحن هذه من شروط، غالبا غالبا الفعل الماضي لا يدخل عليه أنيت، بس حتى أنا أتأكد أنه فعل مضارع في عندي علامة أخرى وهي صحة دخول النواصب والجوازم عليه. لا شيخ ولا شنا نصعب، ولا شو نصد نواصب وجوازم؟ عم هلق علينا سهلين. النواصب والجوازم باختصار لهم درس خاص وحنشرح فيهم بالتفصيل،
لكن أنا حأعطيك مثال على كل وحدة. لن ولم، دخل لي لن ولم على الفعل الماضي بتزبط. لم كتبه، لن كتبه، لا. طيب دخلها على الفعل المضارع، الفعل المضارع اللي هو هون شو، شو بتصير؟ لن يكتب. وشو بتصير؟ لم يكتب. فإذا القاعدتين بكل بساطة، إذا دخل أحد حروف كلمة أنيت أو نأيت على الفعل، ها واحد. اثنين، إذا أدخلت عليها النواصب والجوازم وقبلها الفعل فهو فعل مضارع. صعبين؟ حدا شيء مش فهمان شيء؟ 100% واضحة القصة؟ طيب عبد الله، هذا الفعل شو؟ فعل شو؟ ليه؟ هل هذا فهمه؟ هو هلا ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فهمه. ليه؟ احسنت، لانه ممكن تدخل على التاء تطلع فهمت. وشي الثاني شو؟ ممتاز، فهمته، حول لي اياه لمضارع. يفهم، تفهم. وكيف اتاكد اكثر؟ دخل عليه لم او لم، يصير لم يفهم، لن يفهم. صعبين؟ يلا. وانا سالتك عن فعل فهمه، اسال اسال. ايه ما بتركب هون، تركب هون. انا حتى حولتها لمضارع، زدت لها اياه، قلت يفهمه. انا جبت لك نص، فهم عبد الله الشرحة. اعرب هذه الجمله، بتقول لي فهم فعل ماضي. شو عرفك يا عبد الله؟ لانه في ندخل على تاء التانيث، او في ندخل على تاء المضارع، في نحط فهمت او فهمته، عشان هيك ماضي. يعني انت مش انه فعل ممكن يتحول لمضارع فبضيع فيه. هلا هو شو؟ فهم عبد الله الدرس. هذا الفعل فهم هلا شو؟ طبعا بكون خلص هو ثابت. الفعل ممكن يكون عدة انواع. الان بهاي الجملة لا 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 لا، بس انت القواعد اللي بين ايديك بتستخدمها حتى اذا كنت مضيع. هلا ممكن انت دغري بكلمة فهم تعرف انه ماضي، بس احيانا بتضيع، خد عمي مضارع ولا ماضي، فبتجيب القواعد بمسكك انه لتحطه بالميزان. ها طلع معي انه ماضي. ليه؟ لانه دخلت عليه التاء التانيث وركبت عليه، ودخلت عليه تاء الفاعل وركبت عليه. اذا ما فهمان رجع عيد السؤال، بدي تفهمه 100%. يلا حش ثواني، 100% الحروف انيت ونأيت. نعم حش. مبني ومعرب واعراب دادا دادا. أنا القسم الثاني من الدرس اللي حنحكي عن المعرب والمبني، بس شوي شوي بدي أطلع درج درج أنا، لأنه إذا بنطع الدرجة الثالثة والثاني مش خلصة بقولوا للشباب شيخ ضعنا. هلأ كله واضح؟ يلا على السريع. فعل الأمر من كتب أكتب، قبل ما نحط شو هو كمان في له علامتين. العلامة الأولى، العلامة الأولى متعلقة بالمعنى، يعني إذا كان يدل على الطلب. القاعدة الثانية، إذا يصح أن يدخل عليه ياء المخاطبة فأقول من كتب أكتبي. إذا لا تدخل ياء المخاطبة على الفعل الأمر فلا يمكن أن يكون أمر. تمام؟ لا بالياء. هلأ بالكسرة إذا دخل عليها نواصب وجوازم، بعدين عندنا شيء اسمه حذف حرف العلة، هذا شيء حنوصل له بس متقدم شوي. القاعدة الأولى أنه يكون يدل على الطلب، القاعدة الثانية صحة دخول ياء مخاطبة عليه. المثال أكتب، إذا ضفنا عليه ياء شو تصير؟ أكتبي.
بالأمثل الآن حيتضح لنا الأمر إن شاء الله. افتحوا صفحة 75 لو سمحتوا. يلا سواني. نعم الواو بتفوت بس مش شرط بتفوت عليه بتفوت على غيره. اكتبوا ويكتبوا تمام. نعم تمام ما بأسر ما لا بأس بذلك يعني مش شرط. نحن نحكي عن الشروط هذا من الجائزات. ينقسم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومهم الكلام على الفعل. تقسيم الفعل المرة الماضية أنا خلصت الدرس والضرب وجع الديسك معي خلينا نعود ونقرأ نحن قاعدين. تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. قاعدة قاعدة احفظوا لي إياها هذه هيك هنت خارجية فيش هنت نحن ندرس لغة عربية لا لطيفة على الهامش بس تعرف بتقول فعل ماض ولا فعل ماضي. ها قاعدة كلمة ماضي إذا حطيت أل التعريف بتقول الفعل الماضي تمام. أما إذا أمت أل التعريف وعم بتعرب فبتقول أكل محمد التفاحة فبتقول أكل فعل ماض أو ماض مش ماضي خطأ ماشي فعل ماض أو ماض بس احفظوها نرجع نمر عليها بالتفصيل أكثر. نعم الماضي ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم مثل كتب. مش حاطط هو عنده العلامات فيكن تضيفوهم اللي أنا حطيتهم. العلامة الأولى تاء التأنيث الساكنة مثل كتبت والعلامة الثانية تاء الفاعل المتحركة مثل كتبت لازم تكتبون هول. والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده مثل يكتب. ولا بد أن يكون مبدوءا بهمزة أو نون أو ياء أو تاء. شو اسم نول؟ أنيت أو نأيت. وتسمى هذه الأحرف بأحرف المضارعة. ضيفوا عليها هو مش كتبها ضيفوا عليها. الشرط الثاني شو هو؟ دخول النواصب أو الجوازم عليه مثل لا ولن ولم. ثلاثة والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم مثل أكتب. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية صحة دخول ياء المتكلم ياء المخاطب عفوا عليه. يلا بدي خلص ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. بدي أسأل على السريع قرأوا معي الأمثلة للماضي. حفظة عرب لي حفظة هلأ لسه ماضي أنت ما حتعرف مبني لسه ما حكينا فيه بدي أنا جاوبني يمكن يكون تعرف أنت بس أنا بدي هلأ. هاي تاني درس فعل ماضي تمام. فهم ذهب سافر تعلم تفاخر إلى آخره. طيب سؤالي طلعوا بالسطر الثاني في عندي اعتدل يا زياد. اعتدل ماضي ولا مضارع؟ شو بتعمل؟ أنا بس سألتك وضعها شو بتعمل؟ حط لها تاء التأنيث. اعتدلت يعني ماضي. اعتدلت قائما. اعتدلت واقفا. ها يعتدل شيء تاني بحكي أنا اعتدل الآن ماضي تمام. المضارع أحفظ نفهم يذهب تسافر أتعلم نتفاخر يشرق إلى آخره. الأمر احفظ افهم. كيف تعرف أنه أمر؟ بيّن عم تطلب شيء بالمستقبل وفي دخل على الياء. دخل الياء على احفظ احفظي افهمي اذهبي إلى آخره. انزل للتمرين. هذا التمرين جميل ها ركزوا لنا فيه. استخرج الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية التي في هذه الحكاية واكتب كل نوع على حدته. دخل
على عمر بن عبد العزيز في أول ولايته وفود المهنئين من كل جهة فتقدم شفتوا شو قلت لكم؟ أنا قلت لكم ممكن الفعل الماضي يدخل على تاء. طيب كيف أنا بعرف؟ حدخل التاء، تقدمت يعني ماضي، تقدمت يعني ماضي، فتقدم في الماضي. من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ، دخلت عليه لم يعني مضارع، لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر ارجع أنت، ارجع. كيف عرفت؟ ارجعي وليتقدم من هو أسن منك. فقال الغلام أيد الله أمير المؤمنين، أيد عبد الله ماضي، أيد الله أمير المؤمنين. المرء بأصغريه قلبه، بأصغريه قلبه، أدب العالم نحكي عنها كيف ليش مجرورة، قلبه ولسانه. على فكرة حتى هذا التمرين معناه جميل، فأنتوا ركزوا بمعناه. فإذا منح الله العبد، منح ماضي لسانا لافظا وقلبا حافظا، فقد استحق، جرب، استحقت خلاص، استحق في الماضي، استحق الآن، استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن، أن الأمر، زكريا ماضي ولا مضارع؟ أحسنت، ما بدل على زمن، هو بدل على معنى الأمر، طالما ما فيش زمن يعني اسم. حنيجي عن الأسماء بس هي قاعدة سريعة، كيف تعرف أنه هذا اسم مش فعل؟ خذ قاعدة، بس أحسنت. إذا دخل آل التعريف على هذا الاسم، هل هو فيه له ثلاث علامات، ثلاث علامات تعرف أنه اسم. أول شيء آل التعريف، باب الباب، سيارة السيارة، مدرسة المدرسة. اثنين، يقبل النداء، يا عبد الكريم، يا محمد، يا أحمد، لأنه ما حتقول العبد الكريم، المحمد. يعني أول شرط ما زبط، بيزبط الشرط الثاني إنك تناديه، بس ما فيك تستخدم هذه القواعد مع الفعل، بتقول يا أكتب، يا كتبة، لا ينادى الفعل، وبتحط عليه قل التعريف ما بيزبط، بتقول كتبة، الكتبة، ما بيزبط. فإذا قل التعريف والنداء تدخل على الاسم، والثالثة بدها شرح اللي هي موضوع الإضافة، نشرحها في حينه إن شاء الله. لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا، فتعجب عمر، تعجب ماضي من كلامه، وأنشد تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. يا سلام. طيب هذا التشجير مهم، تراجعوه تحفظوه، سهل جدا إن شاء الله. الآن نعم تفضل. شو بدي أسألك إلا أنا؟ هذا فعل يدل على الطلب، على الطلب، طلب الشيء، طلب حصول الشيء، يعني أمر. أنا أقول ليقم عبد الله، هو لا صار ولا الآن عم بصير، هو سيحدث بعد انتهاء الكلام، تمام؟ 100%. الآن إخواني بعد الانتهاء من تقسيم الأفعال إلى ماضي ومضارع وأمر، نريد أن نضع تقسيمة مهمة ثانية حتفيدنا بعد شوي بالإعراب. عم نتكلم إحنا هلأ بعدنا عن الأفعال، تمام؟ الأفعال ضبط أصعب من الأسماء، فاللي بيضبط الأفعال يسهل عليه بإذن الله عز وجل الفهم. الفعل من حيث الزمن تقسيمه إلى ثلاث أقسام، من حيث الزمن. شو الأقسام؟ ماضي ومضارع وأمر من حيث الزمن. طيب من حيث تركيب أول الكلمة ووسط الكلمة بهمني، بس مش هلأ، بعدين، بس بدي أعرب، ماشي، بس قول كتب. هلأ حنتعلم لقدام كيف الإعراب، بس من باب التقريب. شو بقول؟ فعل ماض مبني على الفتح، بس أي فتحة منهم؟ فأنا ما بهمني لا الأولى ولا بهمني الثانية، بهمني آخر فتحة.
فعشان هيك أنا من ناحية التركيب بدي أطلع على آخر حرف بالفعل. واضح كلام؟ تبين عندي أنه آخر حرف بالكلمة قسمين، في قسم بيحمل أنه تطلع عليه حركة، وفي قسم ما بيحمل تطلع عليه حركة. القسم اللي ما بيحمل تطلع عليه حركة هن حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء. والقسم اللي بيحمل تطلع عليه حركة أغلب اللغة العربية. فتبين معي أنه الفعل من ناحية التركيب طلع عندي صحيح وطلع عندي معتل. أنت فهمها بمعناها؟ شو بتقول فلان عنده علي؟ ها؟ أنا تصحيح، أنا مش من بيت علو، أنا من بيت علو. من أخطاء الناس في النداء عبد الكريم علو، علو من العلة، الله يبعد عنا العلل جميعا، ولسنا معتلين الحمد لله. ها؟ العلو من العلو، نسأل الله أن يعلي مقامنا جميعا. نرجع للغة العربية. المعتل ما بيقدر يحمل، قال والله يا شيخ مريض بده يقعد على الكرسي، معتل. أما الصحيح بيحمل، تمام هيك بدفع عشان أقرب لك إياها. أنا سامحوني عم بسط كتير بس عشان تركب عنا الفكرة. فإذا بس أقول لك أنا كتب بتطلع على الباب، الباب تحمل تحمل. انتقل معي لهون، دعا سعى وفى. طيب وين وين الحركه؟ اخر حرف مش موجوده، ما في نقول داعى، يعني حط هون فتحه لانه هدي معروف فيها سكون. طيب هيك تحريكه، هدي سعى دعى وفى، فطلع معتل. وممكن يكون حرف العلة واحد من ثلاثة، ألف واو يا، فممكن يكون دعا، ممكن يكون يدعو، بغض النظر ماضي ولا مضارع ولا أمر. أنا ما عم بتكلم هلأ عن زمن الفعل، عم بتكلم عن تركيب الفعل. دعا يدعو سعى يسعى وفى إلى آخره. ممكن يكون بالألف، ممكن يكون بالواو، ممكن يكون بالياء. هذا التقسيم مهم بعد شوي لأنه بهمك بالإعراب. شوف شو قال: تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. بتقول لي شيخ في شيء اسمه معتل الوسط؟ فيه، مثل مثلا نوى، الواو الوسط. في شيء اسمه معتل الأول؟ فيه، بس هلأ مش ببحث متقدم شوي، ما لازم ننتقل عليه، خلينا هلأ بالأخير بس. قال: الألف والواو والياء لهن بيسموا حروف العلة وبيتسموا حروف المد، تسمى أحرف العلة لكثرة التغير فيها. فإذا كان آخر الفعل حرفا من هذه الأحرف سمي معتل الآخر، وإلا سمي صحيح الآخر. كتب، أكل، درس، درس، شرب، نام، وكل شو صحيح الآخر. وأغلب الأفعال صحيحة وأقل الأفعال معتلة. يلا الأمثلة. قال: للفعل الصحيح الآخر مثال: علم، صدق، أخبر. شيخ بلال أعرب كلمة أخبر، دليل أدخلت على التاء. طيب بدولكم كمان قاعدة سريعة حطوها ببالكم وحنشرحها لقدام أكثر. إياك، احفظ القاعدة هاي، إياك بس تسأل عن فعل ما تبين وين الفاعل اللي قاله، بس أسأل عن فعل ما تبين الفاعل لأنه ما اكتمل المعنى. قلت لك علم، بتقول لي فعل ماض مبني على الفتح، هلأ مبني، هلأ حنشرحه بعد شوي، ماشي، الظهر على آخره، خلص الإعراب؟ شو لازم تقول لي دغري مباشرة؟ والفاعل، وين الفاعل؟ علم، يا بتقول لي علم محمد فمبين، يا مش معروف. والعامل والفاعل ضمير مستتر. طبعا هون خليني هيك اشرحكم اياها على السريع، فائدة مهمة احفظوها قاعدة. الفاعل المستتر نوعين، احفظوها سهلة. الفاعل المستتر إما يستتر وجوبا
ما فيك تظهره مع الكلمة. هلا أقول لك كيف. وإما يستتر جوازا. خلينا نشوف كيف. كتب الدرس أو الوظيفة، هات لنعربها مع بعضنا. كتب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. خلصت؟ لا، دغري طلعت. كتب الوظيفة مين؟ واحد عم تحكي حد كتب الوظيفة لك مين؟ دغري بتقول والفاعل ضمير مستتر. الآن السؤال، جوازا ولا وجوبا؟ ليه تقول جوازا؟ لا لا، مش لأنه هو، هلا هو هو، بس بدي إياك عقلا تفهم ليه. ليه قل جوازا؟ لأنه فينا نطلعه، فينا نقول كتب محمد الوظيفة، فيني جوازا أنا إمتو طلع هو. ها؟ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فإذا شو القاعدة تطلع عندي؟ تطلع عند القاعدة إنه متى يستتر الضمير جوازا؟ إذا عم بتكلم عن عن مين؟ غائب. أحسنتما. كتب هذا واحد مش موجود معي. لا، هديك انتقلت انت لقاعدة تاني، مبتدأ وخبر. ما عم نحكي على المبتدأ والخبر هلا، والجملة الفعلية في محل خبر. ما عم بتكلم أنا عن جملة في بأولها اسم. أنا عم بتقول، عم بقول لك كتب جملة الفعلية إذا كان أولها اسم يعني مبتدأ، فبتقول أنت الجملة الفعلية. الآن الجملة من أساسا بلش بالفعل، فأنت بتبحث عن الفاعل. الفاعل وين؟ طالما عم بتكلم عن حدا غائب. كتب الوظيفة، أكل الطعام، شرب الماء، بتقول لي مين؟ بقول لك ممكن تقوله مين هو اسمه، وممكن تقول هو. فعشان هيك شو بتكون؟ جوازا. طيب متى بتكون وجوبا؟ إذا عم بتكلم عن المخاطب أو عن المتكلم، فبتقول كتبت الوظيفة. تمام؟ التاء 100%. لا، عم نتكلم نحن عن، خلينا نضرب مثال تاني عشان ما تضيعوا فيه. مين أعطينا مثال على شيء وجوبا؟ لا، ما أكلت التاء فاعل. أنا عم بت أحسنت. إذا ضربنا مثال بفعل أمر فلا يكون الفعل ظاهر، فأقول أكتب. أنا عم بتكلم عن حدا مش غائب. إمتى بقول له أكتب؟ إذا هو أمامي، إذا هو مخاطب، قل له أكتب الوظيفة. أكتب فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره لعدم اتصالي بشيء. طيب تبدأ دغري الوظيفة، ده دغري. والفاعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بهمني عشان ما تضيعوا كتير، هنطلع شوي شوي، بهمني تعرف امتى بيكون الفاعل الضمير مستتر جوازا وجوبا. نرجع للتمارين. يلا، عرفنا شو هو الفعل الصحيح. الآن الفعل المعتل الآخر، دعا، غزا، سما. سؤال، طلعوا على اللي بعدهم. يخشى ويرضى وينهى. ليش دعا وغزا عمل ألف ممدودة؟ ألف ممدودة مش اسم ممدودة، بس أنا بالناحية الكتابة تفهموها ممدودة هكذا. وفيما يتعلق بيخشى ويرضى وينهى كانت مقصورة. طبعا أول شيء عشان تفهموا شغلة قاعدة، ما هي الألف الممدودة وما هي الألف المقصورة؟ هذا خطأ منتشر عند الكثير. لو قلت دعا، ماشي، وشو أعطانا هو مثال تاني على ساعة، إيش الفرق بين هاي وبين هاي؟ شو اسمها هاي وشو اسمها هاي؟ لا، الاثنين اسمهم ألف مقصورة. ليه؟
بس تعرف شو هي الألف الممدودة؟ بتعرف إنه هالاثنين اسم ألف مقصورة. الألف الممدودة هي التي ختمت بهمزة، فبس أقول لك السماء هاي اسمها ممدودة، مدت فاكتملت والهمزة بعدها، أما هاي قصرت، سواء كتبت هكذا أم كتبت هكذا اسمها مقصورة. طب كيف الفرق بين هاي وبين هاي؟ لا، بتشوف أصل الفعل بالمضارع، فإذا كانت بالواو يدعو فالواو صارت ألف ممدودة، أنصح قول ممدودة. وهوني سعية، سعاية. فينا نضرب مثال تاني بصير أسهل علينا. الياء إذا كانت موجودة في الفعل فيتحول إلى ألف تكتب بهذه الطريقة، وإذا كانت واو تتحول إلى ألف تكتب بهذه الطريقة. شوف مع الأمثلة الثانية، يرضى شو أصله بالماضي؟ راضية. فالياء عندما كتبتها في المضارع كيف كتبت؟ بهذه الطريقة. شوف معي مثال تاني، غزا بالمضارع شو أصله؟ يغزو، واو ألف. بهمني بس هذه القواعد الأساسية عشان ما نفوت بكثير تفاصيل. طيب بدنا نحل التمرين مع بعضنا. ميز الأفعال الصحيحة الآخر والأفعال المعتلة الآخر بألف أو واو أو ياء من هذه العبارات. يجتني، يجتني هادي شو فعل يجتني؟ ليش؟ لا ما خص معتل الآخر، إنه في ياء بأوله كمان. شوف إن ندخل عليه نواصب أو الجوازم. يجتني الإنسان ما يشتهي، يشتهي مضارع، إذا فعل، فعل عماد ماضي، ما ينبغي أن يسعى إليه المجد، يسعى عبد الله، يسعى ليه؟ وشو كمان قبله؟ أن صاحب العزيمة لا يخشى، عبد الهادي، يخشى مضارع، أن يلاقي، يلاقي زكريا مضارع، العقبات، إلى آخره حتى ما نطول. طيب تفضل. مش ضابط كامل، ممكن يختلف ببعض الأفعال، لكن بالغالب صحيح. تمام، في سوف وفي غير سوف. طيب هلأ بدي تركزوا لي باللي بدي لكم إياه، سهل جدا بس بدنا نبني عليه كتير أشياء. نعم، كيف يعني؟ لا، هذا الواو اسمه واو الجماعة، غير واو حرف العلة. طيب ركزوا لي شوي باللي بدي أقوله هلأ، وإن شاء الله سهل بإذن الله، وحنختم بهذا المبحث. بتسمعوا كتير باللغة العربية وبالنحو شيء اسمه مبني، صح؟ مبني، مبني. نحن وصغار فعل ماضي مبني وفعل أمر مبني طيب شو يعني مبني؟ وشو عكس المبني؟ ولما سمي بالمبني؟ شوف كلمة مبني معناها ثابت، الحائط مبني، الطاولة متحركة. في عنا باللغة العربية نوعين من الأسماء والأفعال. هلأ أنا حأتكلم بعدني على الأفعال، الأسماء حنيجي لها بعدين إن شاء الله. هلأ حكينا عن الأفعال من ناحية الزمن، فقلنا بتنقسم الأقسام، شو هني؟ ماض ومضارع وأمر. تمام، هخلصنا. حكينا من ناحية التركيب، شو بيّن معنا؟ صحيح ومعتل. هلأ بدنا نتكلم من ناحية تحريك أواخر الكلمة. أنا مرقت المرة الماضية بسرعة، ما في حدا بعده، قلت لكم الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعال تنقسم إلى قسمين. قسم اسمه مبني وقسم اسمه معرب. شو يعني مبني؟
يعني ثابت. شو يعني معرب؟ يعني متغير. حسب شو يتغير؟ حسب موقعه من الجملة وحسب ما يدخل إليه وعليه من العوامل، هذا اسمه معرب. والمبني والمعرب موجود بالأسماء وموجود بالأفعال. ما تصعب الموضوع على حالك، بالمثال حيتضح الأمر. في عنا أسماء مبنية وفي عنا أسماء معربة، بس ما حنحكي عنها لأنه بعدنا عم نحكي عن أفعال. حأتكلم عن الأفعال المبنية، حأتكلم عن الأفعال المعربة. ركز معي فيها إن شاء الله بإذن الله سهلة. الأفعال ثلاثة، شو هني من ناحية الزمن؟ يلا، ماضٍ. هون بدي أقدم شوي الأمر لأمر معين برجع بخبركم إياه. ثلاثة شو؟ مضارع. احفظ هالقاعدة اللي بدي لك إياها هلأ. أغلب الأفعال مبنية والأفعال المعربة قليلة. ليش؟ الفعل الماضي دائما مبني. بستعرب فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني. واستعرب الأمر، فعل أمر مبني. بستعرب المضارع، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم. ها؟ تغيرت قصته هلا، فهمنا شو يعني معرب هلا؟ ها؟ تمام؟ شفت المثال بوضح المقال. أما الماضي دائما شو؟ مبني. هلا بتتغير بناؤه، ساعة بيبنى على فتحة، هلا حنحكي عن شو يبنى. ساعة يبنى على فتحة، ساعة يبنى على السكون، ساعة يبنى على شيء آخر. الفعل الأمر ساعة يبنى على السكون، على فتحة، على حذف حرف العلة، المهم مبني. تمام؟ ليه بيتغير آخره؟ حسب موقع من الجملة. أما المضارع كله بينرفع أو بينصب أو بينجزم بناء على شو؟ بناء على ما يدخل عليه. وفي عنا حالتين ممكن يبنى فيهم الفعل المضارع. يلا خلينا نعرف مع بعضنا إمتى بكون الفعل الماضي مبني. بسم الله. حالة الأولى، أنا حقولكم وإنتوا حتكتشفوا لحالكم. هاي أنا بعتبرها بالنسبة إلي أفضل طريقة للتدريس، وإن شاء الله بكرة كلكم بدي أشوفكم أساتذة باللغة العربية وأساتذة في المواد. احفظ مني هذه القاعدة، هذه ما خصها، هذه قاعدة بالتدريس. في نوعين من التدريس. في نوع أنك أنت تقول القاعدة للتلميذ وبعدين تعطيه عليه مثال، وفي نوع أنك أنت تقول له المثال وتقول له استخرج القاعدة. إذا هو عرف يستخرج القاعدة بيحفظها وبيضبطها بسرعة. تمام؟ النوع الأول من البناء كتب. عرب لي فعل ماضي. لهون تعلمنا، هلا نتعلم الثالث. مبني على، قبل ما تقول لي مبني على شو، أول شيء شو لازم تعمل؟ هلا أنا شوي قلت أنا، ها؟ شوف أصل الفعل. يا سلام عليك يا شيخ بلال، تشوف أصل الفعل. شو أصل الفعل؟ كتبه. لا في تاء تأنيث، لا في تاء ضمير، لا في تاء جماعة، ما في شيء. كتبه. فإذا فعلا أنا بدي أطلع على شو؟ بدي أطلع على هاي. طلعت عليها لقيتها محركة بشو؟ بالفتح. فشو بتعربها؟ فعل ماضي مبني على الفتح. ليش؟ القاعدة بتقول لعدم اتصاله بشيء. لا في تاء تأنيث، لأنه هلأ بعد شوي بدي حط تو، بعد شوي بدي حط تو. تمام؟ فشو بتصير؟ كتب تو. فأقول لك عرب لي هي. شو بتعربها؟ لا مش كتبه، أقول لك كتب تو. شو بتعربها؟ فعل ماضي مبني على سكون. ليه؟ لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة. في حد ما فهمه؟ بعيدة؟ سهل كتير. بس بدك تعرف، بدك ترجع لي أصل الكلمة. أصل الكلمة ثلاث أحرف، كتبة. اطلعت لقيت محركة بالفتح، فمعناها القاعدة الأولى بتقول هون يعني عدم، عندما يكون صحيح، لا بدون صحيح حسن فكره معتل، عدم اتصاله بشيء. خلاص هاي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى وين محاي؟ القاعدة الأولى عشان ما تضيعوا هون. القاعدة الأولى بتقول الماضي، خليني أرجع لكم هي بطريقة ثانية عشان ما تضيعوا فيها.
الماضي يبنى على الفتح بحالات. الحالة الأولى إذا كان لم يتصل بشيء، مثل شو؟ مثل كتبه. شوف عندكم كيف كتبه هو، خلينا نخلصهم بعدين من جزء. يلا الحالة الثانية. الآن السؤال لكم، إمتى بيكون الفعل مبني على الفتح ومتصل فيه شيء تاني غير لم يتصل به شيء؟ يلا الذكي بيجيب لي إياه على السريع، أعلمكم كيف تعملوها. قول كتبه كتبه وزيف عليه شيء. اثنين ممتازين. شو؟ كتباه. طلع معي، ركزوا. ها، كتباه كتباه. فمعناها طلعت إذا اتصل الفعل الماضي بألف المثنى بضل مبني على الفتح عند اتصاله بألف المثنى. يلا ثالثي، شو قلتي يا هذه؟ طلعت لقيت كتبت. طلع معي كتبت. طلعت البال اللي انا عم فتش عليها، بدي لونها بالاحمر. طلعت البال اللي عم فتش عليها هون بالفتح، وهون بالفتح، وهون بالفتح. فطلعت عندي الفعل الماضي يبنى على الفتح اذا ما اتصل فيه شيء كتب، وإذا اتصل فيه ألف المثنى كتبا، وإذا اتصلت فيه تاء التأنيث كتبت. اتصاله بتاء تأنيث. يلا حسن، عرب لي كلمة درست. فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، ها، والتاء للتأنيث. قاعد احفظوها، غالبا الحروف لا محل لها من الإعراب، والتاء لا محل لها من الإعراب. طيب، أكلا، أعرب يا زكريا. الظاهر على الأخرية، والألف لا محل لها، أول ألف للتثنية. شفتوا هاي سوف تعرفوا تعربوا. هلا تقريبا انتوا هذا الدرس الثاني 200 300 كلمه بالقران صرتوا تعرفوها وبتعرفوا تعربوها. شوي بتصيروا كل كلمات القران الكريم سهله عندكم باذن الله. طيب الان نحن قرأوا معنا بال، خلينا نكمل. شو عندنا سؤال؟ شو عندنا غير الفتح؟ في عنا سكون وفي عنا ضم. فعل كتبة امتى بكون مضموم الباء فيه؟ اذا ضفت له واو الجماعه شو بتصير؟ كتبوا، كتبوا. شفته؟ طلع كتبوا بو. أنا بس بدي أعرب شو بتطلع على شو؟ على الباء، على أصل الكلمة. فطلعت أصل الكلمة مضمومة، فطلع عند القاعدة إمتى بكون الفعل الماضي مبني على الضم؟ عند اتصاله بواو الجماعة. يلا مين جاهز؟ مين بطل يقول أنا؟ مين يقول أنا؟ نجيب، أعرب هذه الكلمة. أكلوا الطعام فعل ماضي مبني على الضم. ممتاز. ليه الضم؟ لأنه أصل الكلمة اللام بعدين لاتصاله به واو الجماعة. طيب والواو هذا لسه ما أعرضني بس هيك زيادة، لأنه نحن قلنا لازم نسأل دائما عن شو؟ عن فاعل. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طب سؤال هيك إذا حدا ما رأى عليه، شو هاي الألف؟ شو يعني التفريق؟ ها؟ ما فيش ألف الاثنين. لا لا أحسنت، منفرق فيها بين واو الجماعة وواو أصل الكلمة. شو يعني؟ طب اللي إجريك
شو يعني؟ كيف أكثر الأخطاء اللي بيخطئ فيها الشباب بس بده يكتبوا على الواتساب أو بالرسائل؟ الواو. فبدي أقول مثلا أنا سؤال لكم، يدعو الله هاي يدعو بألف ولا بدون ألف؟ طيب تسألني ها؟ يدعو بمعنى الدعاء، هاي من أصل الكلمة، فما خص بواو الجماعة. أما إذا دخلت علي لم وبدي أتكلم عن الشباب، لم يدعو الله شو بعمل؟ حط له ألف، بتصير لم يدعو الله، فهي شو اسمه؟ ألف التفريق. معلوم؟ علم؟ اكتبوا هذه مهمة، ألف التفريق. يلا لا يعني باب المعنى ممكن. طيب خلصنا الضم. النوع الثالث كتب، ممكن كلمة كتب الباء فيها تكون ساكنة؟ هذا جرب ها. كتب شو عندي؟ فإذا عندي أول حالة إذا كانت متصلة بتاء الفاعل، هيك اسمها، بتاء الفاعل المتحركة. طب أنا عندي سؤال لكم، تاء الفاعل المتحركة كم قسم؟ ثلاثة، شو هني؟ كتب تي، كتب تا، كتب تو، وثلاث حالات شو فيهم؟ سكون. ها؟ خلصنا ها؟ كله احنا اخر مبحث ده. اسأل لا تخاف. شباب ركزوا معي شوي، دائما نحن عنا أصل الكلمة كتب، تمام؟ طيب قلنا كلمة فعل الماضي كتب، ممكن آخر يكون سكون وممكن يكون ضم وممكن يكون فتح، فحطينا سكون كتب. طيب ليه بيكون سكون؟ قال لأنه في بعده تاء، بس هاي التاء ممكن تكون مضمومة كتبت، ممكن تكون مفتوحة كتبت، ممكن تكون مكسورة كتبتي. بدكم قاعدة بهذا المد بكل مواد، إذا أقنعت نفسك أنك أنت مش فهمان ما حتفهم، وإذا أقنعت نفسك أنك حتفهم وسألت شو اللي ما فهمته، طالما عم تبني صح، وين وقف الفهم بسأل بيمشي الحل. أسهل من اللغة العربية لا يوجد، سهلة جدا، تحتاج لشيء من التركيز. فإذا شو تبين معي هلأ؟ تبين معي أنه الفعل الماضي يا بكون مبني على الفتح إذا ما اتصل فيه شيء، يا بكون مبني على الفتح إذا اتصل فيه ألف المثنى كتبا، يا بكون مبني على الفتح إذا اتصل فيه تاء التأنيث. صعب يا إخواني؟ سهلين؟ حدا مش فاهم يسأل. خلصنا الضم كتبو، تفضل. تمام إيه، فعل ماض مبني على، ممكن. هلأ إذا أنت عم تحكي لي بأعلى مستويات الإعراب، أعلى مستويات الإعراب بتقول إنه دايماً الفعل الماضي مبني على الفتحة وحرك بالسكون لاتصاله بالتاء، ما بديش أنا فطلن بأشياء يضيعوا فيها. خلينا هلأ بالمدارس إيش كيف تعلموا الطلاب؟ فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الضم، فعل ماضي مبني على الفتحة. بس بالمستويات العالية بالجامعيين المتخصصين بيقولوا لا، الفعل الماضي دائما مبني على الفتحة، بس هون امنا الفتحة وحطينا لها سكون عشان اتصالها بالتاء التاني. ماشي؟ حتى احنا بس ما نصعب على الشباب، تمام؟ فأنا بدي بس لهون، نحن المرة القادمة إن شاء الله حناخد الفعل الأمر كيف يكون مبني والفعل المضارع كيف يكون مبني. بالنسبة للفعل الماضي حأختم على السريح، سؤال لكم، الفعل الماضي على كم حركة يبنى؟ جواب لكم، إما على الفتحة وإما على الضمة وإما على السكون. كيف يبنى على الفتحة؟ واحد إذا كان مش متصل فيه شيء، مثل كتبه، إذا كان متصل فيه ألف مثل كتباه، إذا كان متصل فيه تاء التأنيث مثل كتبت. خلصنا الفتحة، إمتى بكون مبني على الضم؟ واو الجماعة كتبوا. إمتى بكون مبني على السكون؟ تاء متحركة الفاعل المتحركة اللي هي كتب، كتبت، كتبت، تمام؟
بعد الأذان أي حدا عنده سؤال ضلكم قاعدين اسألوا أجيبكم إن شاء الله عز وجل. في عنا تمرين مهم بدل الكل يحله حتى بإذن الله عز وجل تستفيدوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب.